المستوطنين يا عم انتم شايفينهم ناس مدللين، لو بتحس كانك غريب في وطنك عضك في بيتك. هاي المحل يعني فيش 60 متر بعيد عن الحرم. هذا لوالدي الله يرحمه، انا ولاخوتنا، بس انا قاعد هوني. حياتي اليومية بنزل على هالدكان، بقول يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا فتاح يا عليم يا رزاق، بنفتح باب هالدكان، بنعلي هالبضاعة، بنقول يا باب الله يا باب الخير، رجعنا خير يا جماعة، جاش ربنا بعتها ثاني يوم شو يعني. زي ما انتم شايفين تسكير الشوارع، تسكير المحلات، تسكير الطرق علينا، تسكير في اعيادهم علينا. هذا اللي اثر، اثر شيء كثير طبعا. حياه مؤسه يعني، واحد ما بده يطلع من داره، اثنين جنود بيجوا بياخذوه من داره، بدوه لجنود هذاك، من جنود هذول بدوه للمحصوم الثاني. هذه المستوطنين اللي هون المتطرفين كسروا لي محلي بيجي ست مرات في رمضان عدى كسروا لي بضاعتي، وللاسف مش قانون يصنفك يعني منهم، تطلع تقدم شكوى والشكوى بتدوب لانه مستوطن. بنفرط في اي ضره، هذه امانه، انت ما في خاين امانه، وبحاولوا يغرونا في المال. اندفع لي من بدايه 6 مليون ل 7 ل 30 ل 40 اخر دفعه 100 مليون دولار عشان استلم الدار اللي انتم شفتوها والمحلين. رد مليون لا، هذا عمري 62 سنه اختمها في قله الادب والوساخه. لا يعني بيوتنا بتستنانا، ما بتستناش نلعب بالجيم. انا قبل اليهود من هوني، يهود اجوا في 67، انا مواليد 58. هاي زي ما انت شايفها بروحوا بيجوا مبسوطين واحنا قاعدين مكبلين. ايوه جدار بجدار وغاد جدار وغاد جدار، بعدين اتاخذت دار الزعتر، هي الدار اللي عليها اللي ورا الجندي، ورا الجندي اتاخذت. والله انا بصلي برات الحرم لما بتذكر المزرعه اللي احنا نقلناها بايدينا، شيء مش طبيعي خلص. صار في مزرعة الحرم بتأثر علينا نفسيا، انا كنت صار لي 5 برود فيه، بعدها 3 مرات احس القولون انتفخت. منشودة اطفال فلسطين احكي يا شوف ترجال شو يحكي فيها؟ احنا ما بنكره الناس، بس احنا بنكره الاحتلال اللي بيجي ياخذ اراضيك. الدار حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. بتحبي تلعبي هون دائما؟ اه. بتحبي ناس غرب بيجي ياخذوا دارك ويقعد محلها؟ هاي الموجوده عندنا. هذا وضعك يا رجل، شو حياتك، هذا شرفك، اخلاقك، دينك، شو بتورط فيه عشان مين يعني؟